لازم نسمع كلامه. لا، فلان ده له نبي وله رسول وله صحابي عصر الانبياء والرسل وله حواريه من حواريه ايه؟ موسى وعيسى. واضح الامور بالنسبه لي انا جدا، بس وظيفتي ان انا اكون آثم ان لم اقل لكم كيف يعيش العالم في الخارج وانتم منشغلون بالعمل التنفيذي. اللي بينشغل بالعمل التنفيذي ساعات ما بيشوفش الصوره الكبيره، لان المصائب بتتوالى عليه. الناس اللي خارجين النهارده ال 20,000 اللي قالوا احنا خارجين الى اخره الى اخره الى اخره. فبالتالي وظيفه الزائر ان يعيد لكم رؤيه الصوره الكبرى. هناك ناس وضعوا قوانين، وضعوا سياسات، وضعوا ثقافات، وضعوا معايير من اهلكم، ولكم ان تفعلوا بها ما شئتم. اما ان تفرض عليكم انتوا احرار. واحد عايز يشتغل في حته معينه ومش عايز يشتغل في حته معينه هو حر. بالاخر كل منا سيحاسب عما يفعل، سواء كان من المجتمع ام من الحكومه ام من اللي هم المستفيدين، هم الناس النازحين واللاجئين، هم اصحاب العمل، ام رب العباد سبحانه وتعالى. جلستي جلسه مفتوحه. عايز اسئله تسال زي ما كان بعض الاسئله بدا الاخوه يسالوها في الجلسه الثانيه في الصباح. ها؟ فلكم ان تسالوا فيها ما شئتم، وهنستمر فيها لمده حوالي 40 دقيقه او 50 دقيقه. انا جاهز لاي سؤال في الجلسه المفتوحه. تفضل. دكتور، كيف يمكننا ان نوازن بين كيف يمكننا ان نوازن بين المشاريع التنمويه التي تريد اي مؤسسه ان تعمل بها، وخاصه في المناطق يعني دائمه الصراع، مثل الان سوريا 7 سنوات دخلنا في السنه السابعه ولا زال الأمر مستمر، ولكن أغلب الجمعيات المانحة الكبرى تعطي إغاثات عينية أو تعطي شيء عيني وليس شيء تنموي، تستطيع من خلاله يعني أصبح الفقير متواكلا ولم جزاك الله خير. كيف ندخل في المشاريع التنموية؟ وكيف لا نجعل النازح واللاجئ متواكلين أو معتمدين على المال؟ وكيف نتعامل مع ثقافة المانح الذي يعطي مال للإغاثة فقط ولا يعطي مال للتنمية والتأهيل والأمور الأخرى؟ دي أولاً معضلة كبيرة جداً، مش معضلة سهلة، وسيسهل علينا يعني مواجهتها كان عندنا اختلافات واتحادات قوية تستطيع أن تقول للمانح لا. وظيفة الاتحاد ما بياخدش فلوس من المانح قدر ما هو بيوجه الجمعيات إنها تعمل ما نسميه المناصرة. في مناصرة من أجل الفقير، مناصرة من أجل الأرملة، مناصرة من أجل اللجوء النزوح إلى آخره، وفي مناصرة من أجل إنفاق المال في موضعه الذي تريد الجمعيات التي تعمل على الأرض أن تنفقه فيها. فهنا الموضوع لو إحنا تصارعنا على المال وتنافسنا عليه لن تكون هناك مناصرة. فكل منا سيذهب إلى المانح من الباب الخلفي عشان ياخد المال قبل غيره علشان ينفذ مشروع يطلع منه مصاريف إدارية. لكن لابد ان احنا، عشان كده انا كنت بتكلم في الاول في الجلسه الثانيه على التنازل عن جزء من شخصيتك الاعتباريه، وتنازل عن جزء من ايه، من مكسب جمعيتك الايه الشخصيه. لو احنا اتفقنا كاتحادات وشبكات ان احنا نقول للمانحين كفى، يبقى المؤتمر صرخته كفى انفاق على العمل الاغاثي، كفى كفى إسراف وإسفاف في إسراف المال على العمل الإغاثي. نحن لا نقول نحن لسنا محتاجين لعمل إغاثي، محتاجين، بس على الأقل بعد 6 سنوات إحنا محتاجين على الأقل 20 أو 30 أو 40% من هذا المال ينفق في المناطق التي ممكن أن نبدأ فيها عمل تنموي.
دائما يقال دائما انه بعد ان شاء الله استتباب السلام وانتهاء عمليه السلام ستختفي القضيه من الاعلام، ولن ياتيك احد ممن كانوا يكبون او يسكبون عليك الاموال سكبا في اراض قد تكون سبخه وبعضها مثمر. الان مش وظيفتك انت لوحدك، وظيفتك انت الشخصيه انك تقول انا مش هاخد، لكن وظيفتك انت والاتحاد والشبكه وكذا 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 تقول لابد ان نقول المنع كفى، زي ما كان في السنه اللي فاتت الضغط على الامم المتحده في مؤتمر القمه الانساني لما لقوا ان في 80% من المنح بتروح لجهه و20% من المنح بتروح لجهه اخرى او منطقه اخرى. او فلابد الجمعيات اللي اتحدت السنه اللي فاتت دي عشان طلعوا التقرير ده، نفس الجمعيات ونفس الاتحادات تقول المنح العربي المنح غير العربي المنح المسلم المنح غير المسلم. كفايه ان اردتم ان تجعلونا شعوبا عاطله فهنيئا لكم بالعطاله والبطاله، وهذا سيؤدي الى تطرف انعزاليه انغلاق ثم ارهاب او مخدرات ودعاره. مش بنلعب على بعض، احنا فاهمين كل مسار بيؤدي لايه. ان اردتم ان تجعلونا شعوبا منتجه ومجتمعات منتجه فاسمعوا ما نمليه عليكم، وما نمليه عليكم هو حاجتنا وليس رغباتكم، وده لن يحدث الا بالمناصره من اجل من اجل التقليل من الانفاق على العمل الاغاثي وتحويل جزء من هذا العمل الايه التنموي او التاهيلي او التدريبي، وده لابد تكون في شفافيه وصراحه عاليه حتى لا يذهب بعضكم من الابواب الخلفيه فياخذ الاموال ويفسد ايه المسيح. في قالوا في كم اتحاد عندكم؟ كم شبكه؟ وصلوا لحد 10 اتحادات، كل اتحاد فيه مثلا 500 جمعيه، لا 50 جمعيه سوري، يعني فيه 500 600 جمعيه، عندكم في هنا 4000 جمعيه، عندكم الداتا بتاعتهم اللي هو اعملوا حمله قول لهم مش عايزين فلوسكم، انتوا تفسدوا علينا شعبنا بس، ناس فرحانه انها كل يوم بتوزع 50 طن 100 طن. طب خلاص بقى انا عايز في مناطق ممكن نعمل فيها عمل تنموي، نعمل فيها، ايه المشكله؟ بتقلل المنح الاصلي ولا مؤاخذه هذا الامر قضي فيه الايه الفتوى، واحنا لابد ان تكون لنا فتوات اجتماعيه. سوري ايه؟ فتاوى مش فتوات، فتاوى مش فتوات، فتاوى اجتماعيه. ما بين الفتوى والفتة والفتوة جناس ناقص، صح ولا غلط؟ اللغة العربية اسكتوا بقى، ما تكونش تعبت بالعربية خالص، ده غلابة ثقافتنا ياباني ياباني خلاص؟ تمام. من غير اتفاق وتنسيق وعدم التسابق من الابواب الخلفيه سيضيع النازح واللاجئ ويبقى عاطل، ومن بعد العطاله هيبقى في اشياء اخرى وللاسف وامراض تجيلنا. ده اول سؤال. اتفضلوا يا شباب. اتفضل. ضمن اخلاقيات العمل الانساني ماذا؟ المجال الدراسي اللي بنحب دائما يصير تأكيد عليه ويصير في دورات قدر المستطاع، لأنه نحن من خلال عملنا على الأرض مع الجمعيات وجدنا في كثير من الأمور بحاجة إلى إعادة تنمية لها. مثلا إحدى الجمعيات قد تمتلك الدعم مجال معين وانا لا امتلك هذا الدعم، مثلا مجال الايتام. مجال الايتام لدينا قسم بالايتام، لدينا استمارات جاهزه وكامله تاتي جهه من الجمعيات الموفده التي اعمل انا وهو على الارض، يقول لي اعطيني 100 استمارة
مال أخرى أن اليتيم بحاجة. عندما يكون هذا الاستمارة اللي خرجت من هذه الجمعية إلى جمعية أخرى. هذا كمثال صغير يحدث. يعني الجمعية الوافدة دي هنا في البلد ولا من خارج؟ هنا. طيب وبعدين وخذت من الاستثمار سوعتهم وادتك الفلوس. احنا ما خلتنا لاي شيء في شراكه. مش مشكله كمل. اخذت 100 استثمار. خذت 100 انا اخذت منك من الاستثمار وقلت لك انا حسوقهم. كان عندي 1000 يتيم صار 900. كويس. تمام؟ كويس. مو سوق لي جاي ادعم. كويس. جاي ادعم لي استثمارات كامله. وحترجع لك فلوس ولا هم حيتكفوا؟ شو انا هجيب لك من الاخر. ايوه نعم. خلصت؟ يعني انا بتعلم دلوقتي خلي بالكم. انا بتعلم ازاي اسمع لان انا من الناس اللي ما بعرفش اسمع. نعم. قلت لكم الصبحيه من قيادات اللي كذا 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 كان عندي قدره على الاستماع. شفت انا ضعيف ازاي في الاستماع؟ كل شيء بوقفه. هذا كجانب. انت عليك ضعف بقى. الله يبارك فيك. الجانب الاخر بس انت الشراكه يعني بدها تكون مفهوم لدى الجمعيات العامله على الارض والمنفذه. مفهوم الشراكه هو ليس مفهوم تنافسي وانما مفهوم شراكة مش تنافس. نعم. مفهوم تعاون. نعم. لا أنظر إليك كخصم. نعم. بالعكس عندما أراك تكبر أفرح. أفرح. أتمنى أن يكون تكون يعني طيب. تركز في إحدى الدورات على هذا. أنا حريح. سيأتيك الخير من أبواب لا تتخيله. أنت تعبت على الميت الاستمارة صلاح؟ الدهان. هيجي لك خير. خيرها غير المادي الآن لكن غيرها المادي هيجي لك بعد كده. أنت تقول أي جمعية أنا ما عنديش مشكلة إن نعمل الأبحاث دي كلها وأبعث كل حاجة ومن أراد منكم أن يسوقها لجمعيته يسوقها بس على الأقل ادوني مصاريف البحث قبل ما تدي الجمعية. مصاريف البحث دي معناها إيه؟ أنا كل استمارة كلفتني $5 أو $10 اما ربنا يفتح عليك رجع لي ال $500 او ال $1000 يبقى في اتفاق كده من الاول مش عيب. بالعكس انت حوشال عنك هم 100 مشكله شيلها اهو. بص لها بالناحيه الايجابيه. لو نظرنا لها بالناحيه الايجابيه وتكلفه اليتيم مثلا $50 او $60 في الشهر وهو دفع لك $5 أو $10 للبحث الميداني وهو كمل الطريق يبقى الحمد لله مصاريفك الإدارية أنت عملتها وهو شيل المسؤولية فيما بعد. طلبنا منهم لم يعطوا. ولو ما عطوش أعطيهم وعطيتهم هيكون أجرك مضاعف في البركة وفي المال. أوعى تعتقد إن العادل شو اسمه بصك ربنا سبحانه وتعالى العادل. أوعى تعتقد إن العادل مش عارف الحركات دي كلها. ده هو يقول لك إيه؟ أنت بتعمل إيه أنت هو قال لك. فكيك بتعملوا ايه انتوا بعدين بنلف على ربنا استغفر الله العظيم بعدين بنخبي على ربنا ده هو حاطط لك ملك من قدامك وملك من وراك وملك كل حد وحتى الملك ما بيخش في النيه الواحد اللي بيخش في النيه هو ربنا سبحانه وتعالى فلا تعتقد ان انت لما بتديله الفلوس ان انت اجرك بيقل او مالك بيقل بل بالعكس هيزيد وحيزيد وحيزيد وانما الاعمال بالنيات ولو كانت هو نيته كذا انا حاسب على نيتي السيئه وانت هتحاسب على نيتك فانا زي اشوفها ان ايه ما هياش الايه الشيء سلبي ولو انه بيوجع شويه عشان الفلوس والانفاق والحاجات دي كلها لكن ما هوش سلبي انت اعمل نفسك مرجعيه للجمعيات دي في جمع الماده العلميه للايتام وتجي لك حد من الخارج وحد من الداخل وتديله قولوا والله احنا كل يتيم مكلفنا $5 عشان نجمع الماده بتاعته سلكونا فيها في بعضهم حضرتك حياكم الله ودي مبلغ في بعض المانحين اللي مش عايزين اي حاجه وعايزين يعرفوا اسماء الجمعي اللي هو الايتام يدوك بس الجمع الايتام والعجله هتمشي لان انا عايز اوقف هنا او احنا عايزين نوقف هنا حاجه واحده فساد ذات البين انا تعبت عليها وجبتها وهو خد الفلوس دي لو احنا قتلناها دي بنرجع فيها ايه اللي هي التنازل عن جزء من شخصيه الاعتبارين لان انا ونحن شوف دي بقى لو انت تغلبت عليها اقسم بالله يقينا وايمانا ستضاعف عملك
المادي وعملك اللي هو القبول عند الأيتام والأرامل إلى آخره. وده اللي هو السؤال الأول. الشراكة ما هي السورة؟ لما أنا أقول كده الشراكة أديك بس مثلا على إحنا عملناها زي مثلا أما إحنا في الإغاثة يعني من زمان خدنا أول منحة من الحكومة البريطانية سجلنا في 84 أو عملنا في 84 تسجيل الرسمي جاب 89 خدنا أول منحة 93 في مشروع صغير في مدينة اسمها الأبيض في غرب السودان كان 30,000 جنيه أو حاجة زي في البوسنة كان أول مشروع خدناه منحة من الأمم المتحدة في منطقة حدودية ما بين الكروات والمسلمين واللي هو البوسنويين ربع مليون دولار في 1993 يعني بعد ما اشتغلنا في الشارع حوالي 10 سنين وكان دي تعتبر اختبارات ليك اديك ما يديكش اديك ما يديكش اديك ما يديكش لما جاي نعمل شراكة مع مؤسسة أوروبية بريطانية هم اللي سألوا علينا سأل يعني راح للشيخ فلان والحاج فلان اللي في لندن وسأل فلان والجمعية وكذا 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 وشاف التقرير المالي بتاعك عند المفوضية العليا بتاعت شؤون تسجيل المؤسسات الخيرية وشاف تقريرك المالي وسأل فالشراكة ما بتجيش لمجرد ان انا عندي قرشين وانت عندك قرشين لا ده حتى التجارة ما تبقاش كده لما تخش انت شريك وسعوا الاخوات يا شباب مقبلك لما تخش انت شريك مع شركة تجارية بيشوف مين راح صاحب الشركة سمعته ايه الهيكل بتاع الشركة علاقته ايه قوته المادية قد ايه شوف قد ايه انت في الشركة اللي بتعمل انت شريك مع في التجارة بتعمل ايه فبالتالي شريك في العمل الخيري يبقى زيه بالظبط وبعدين انتوا هتشاركوا عليه هتشاركوا في كل حاجة لا ما ينفعش بعد ما عملنا كده هو قعدنا مع بعض سنتين كان في حد بيقول لي مش عارف قبل الصلاة ولا بعد الصلاة المهم مش فاكر حد سألني السؤال ده أكيد واحد فيكم أنت على مشروع معين كان حدود الشراكة أو المشاركة في المشروع مش واضحة فالكل بالعاطفة حتى الفلوس لما جت تتضح الأمور قالك لا ده الموضوع ما اتفقناش عليه ودي قاعدة في الإدارة اسمها إيه اسمها العفريت في التفاصيل يطلع لك الشيطان في التفاصيل يا بالانجليزي الشيطان يكمن بس ايه الشيطان يكمن في لازم يكمن يعني يكمن باللغة العربية يعني يرقد او ايه يكمن يا سيدي يكمن خلاص بقى الشيطان يكمن الشيطان يكمن في التفاصيل عشان تبقى لغة عربية بالك فشوف لما جم قعدوا معانا عشان نعمل شراكه بينهم فعليه فعلا هم كاثوليك واحنا مسلمين التفاصيل خلت الموظفين الصغيرين يقول لك لا بعد سنتين اتعمل ايه اللي هو الاتفاق مع البرنامج الغذاء العالمي مع المفوضيه العليا اللاجئين الاتفاقيات اللي حصلت معاهم حصلت في نهايه التسعينات الاولى والثانيه في 2005 يعني بعد حوالي قرابة 20 سنة من الشغل شافوك وخبروك وعجنوك وخبزوك وبعد كده قعدوا عشان يشاركوك لأن هصبح اسمه جنب اسمك شعاره جنب شعارك احنا الشراكة عندنا تعرف بيعمل ايه اتنين ياخد صورة وحط شعرين وخلاص وتاني يوم يتخانقوا مع بعض دي مش شراكة دي نزوة خلاص الشراكة مع ايه مسيرة تعرفوا بعض تكملوا بعض زي الزواج ما تتجوزش واحدة انت مش بتحبها وهي ما تتجوزش واحد انت ما بتحبوش حتى لو حصل فيه ولا عايزه بالله طلاق ولو صبرت عليك الزوجة طبعا دايما الزوجة هي بتصبر والراجل هو اللي ايه يصبر نادر لما الراجل هو يصبر هو اللي بتصبر الزوجة بقى بغض النظر بقى ايه انا متحيز للسيدة خديجة رجل عنها التي كانت مؤسسة لأول مسيرة وأول خطوة في العمل الاجتماعي الدولي تحيزني النفس أخذ سبق على 9
صبر على تسعة. ما أشي الناس بردنا فوق قرآن وإن كنتم تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالى. توجيه رباني ده. توجيه رباني. لنا كلنا. الله صبر. الله إيه؟ الله هو صبر. طيب يا سيدي خلاص طيب. الله صدام. نرجع ثاني الشراكة مسيرة معرفة تجربة. اشترك في مشروع صغير. إن شاء الله يكون $50,000 أو $20,000. لو نجحت كبر. نجحت كبر. نجحت كبر. ما تخشش كده أنا ما أخش زي الفحل كده. وفي الآخر على إيه؟ تضحك علي أنت. طيب. طلعوا بقى الراجل. ها؟ أتولك. خلاص يا سيدي؟ الشراكة مسيرة وبالتدرب. طيب نرجع نخش الناحية دي. حضرتك عايز تسأل؟ طب ناخده وبعدين نيجي لحضرتك. طيب. اتفضل. في نفس السياق لكن بتوضيح أكثر. المنظمات المحلية وهنالك أيضا مجالس محلية في الداخل السوري. هم على تماس مباشر مع السكان. حلو. مع السكان في المنطقة التي يعملون فيها. أي منظمة مهما كانت كبيرة ولديها فرق إغاثية لا تستطيع أن تعمل شيء إلا بتنسيق مباشر واستخدام لما يمكن من أساس أو ما يمكن من مستودعات. لكن المؤسف أنه لا يتم الاعتراف على هذا التعاون لا معنويا ولا ماديا. لا يسمح لك أن تصور وتقول أنا أعمل أوزع في المنطقة بالتعاون مع هذه الجهة. وأيضا لا يمكن أن يعوض هذا الفريق الذي يعمل مجانا بشيء على الإطلاق، ومع أنه عنده مستودعات وهذه المستودعات هي التي يعني توضع فيها السلال. كيف يمكن أن نضغط على هذه المنظمات لتشارك على الأقل معنويا أو ماديا مع هذه الجهات المحلية التي تعمل تطوعا منذ 5 سنوات؟ طيب نرجع تاني للكلمة الأولانية بتاعت الاتحادات. أنا مش عايز أخلي الاتحاد يتحكم فيكم، لا. عايزين نخلي مؤسسات الاتحاد وجمعيات الاتحادات هي اللي تدافع عن الصغير ده، الجمعية اللي قاعدة هناك أو نسميها مبادرة حتى. تمام. من حقه. اللي بيتعمل ده اسمه ظلم. اسمه تدليس. هاي قولها إن أنا اللي قلتها. قول الراجل ده بيقول عليكم أنتم مدلسين. يعني أنا اللي طبخ الطبخ. لو انا تنازلت لك عن حقي هنيئا لك، لكن انا عايز اكبر. مين اللي هيكبرني؟ طب ده قاعد في انطاكيا ولا في غزة عنتاب بيعرف يجيب فلوس، اللي قاعد جوه ده هيجيب منين؟ صحيح. هيجيب هوا. واخد بالك؟ فلذلك قل لهذه الجمعيه على لساني انتم من المدلسين. انكم تستعملون الكفاءات والقدرات هناك ولا تريدوا ان تعملوا شراكه بيننا وبينكم. نحن سواسية. صاحب المعلومة يساوي صاحب المال. يا سلام. وصاحب الأرض يساوي صاحب المال. يا سلام. وخبرك. وإحنا متساويين. أوعى تفتكر بالملايين التي لديك تستطيع أن تفعل هذا العمل بدوني أنا. ودي كانت أحد توصيات مؤتمر القمة الإنسانية اللي عمل في اسطنبول السنة اللي فاتت، هو تقوية المؤسسات المحلية. سواء كانت في المجتمعات المستقرة، مجتمعات الفقيرة، مجتمعات النازحة، مجتمعات اللاجئة، مجتمعات الصراع، أو مجتمعات الكوارث الإنسانية. المحلي ده المسيرة دي تعرف بدأت من إمتى؟ بدأت من 30 سنة من حارب من أجلها. مش عايزين الباراشوتات تنزل لنا. كان زمان بيتعمل مشروع في لندن أو في نيويورك او في باريس او كذا، دلوقتي بنعمل مشروع في عاصمه عربيه بنط عليه زي ما كان بنط عليه من 30 سنه حتى. لكن المناخ العام دلوقتي الذي يؤهلك لان تقول لا، بس لابد لما تقول لا ما تبقاش انت لوحدك. تمام. ها يكون في ائتلافات واتفاق على ان لابد ان ننمي المجتمع المحلي. لابد ان ننمي، لانه هيفضل انا هاجي وهمشي كجهه مانحه، انت ماكث في الارض. فان لم اجدد لك جذورا قويه تستطيع ان تخرج منك او تثمر منك ثمار يحتاج الاخرين، لن تبني مجتمعا في اي مكان في العالم.
وده مفروض ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه يا اخ محمد. اللي بنتكلم عليه المناصرة من اجل الدفاع عن حقوق الجمعية المحلية. جمعية القرية، جمعية الشارع، جمعية الكنيسة، وجمعية المسجد الى اخره. مش هنعمل بيها زي انتوا عندكم 4500 جمعية هنا اهو. يلا بقى نشوف مصريات الجمعيات دي بتعمل ايه عشان تدافع عن حقوق الجمعية الصغيرة اللي في اي مكان في موجودة في الوطن. حضرتك ممكن بس للتوضيح هل يسمح لك؟ اسمح لي؟ اسمح لك يا سلام، هذا هو الإخاء والإيثار. طيب هذه المنظمات ماذا تلعب على وتر المجالس المحلية والجمعيات المحلية؟ فإذا كان هناك جمعية تعرف أن تطالب بحقوقها يتركها ويتوجه إلى المجلس المحلي. المجلس المحلي اللي هو موجود في المكان الفلاني. فأيضا أن تتعاون مع مجالس محلية هي شبه رسمية على حساب أيضا المنظمات المحلية من أجل فقط فرارا من دفع المستحقات المعنوية أو المادية. طيب أنت من حقك تتواصل مع المجلس المحلي لكي يدافع عنه. المجلس المحلي مش هنفذ. لا هو الذي ينفذ الآن للأسف. يعني المهم في تشكيلة غريبة أو عجيبة هتحصل الموضوع. لا لابد إحنا في المجلس المحلي ده نتفق على أدوارنا. انت كمجلس محلي هل انت رقابي؟ انا ممكن اعطيك جزء من مزريتي في الرقابة. انت تشريعي، انت تنفيذي عشان يبقى عارفين، لكن احنا الاثنين تنفيذيين ما ينفعش. احنا الاثنين تشريعيين ما ينفعش. احنا الاثنين رقابيين ما ينفعش. فلابد يكون المجلس المحلي في داخل اي دولة من الدول او اي مجتمع من المجتمعات ليه وظيفة معينة متفق عليها او ونبقى احنا نتبعه. لكن دلوقتي مش ده كله برضك مش هيحصل الا لما يكون عندنا متوافقين على رؤيه معينه ناخد مدينه معينه او قريه معينه او جهه معينه ونتعامل فيها مع بعض ونكون قاعدين مع المجالس المحليه نتفق معاها على بعض. لان انت استمرارك في الدعم من جهات كثيره اكتر من ان يصل اليه شخص او جمعيه او جمعيتين. فهيكون هو مصلحته فيك انت اكتر من مصلحته في مانع هيجي النهارده وهيمشي بكره. اتفضل حضرتك. سؤال بالنسبة لهيئة الإغاثة الإسلامية. اللي فين؟ هيئة الإغاثة الإسلامية. اللي موجودة في بريطانيا؟ أيوه. يبقى ده مش هيئة، مش هيئة. أيوه. اسمها الإغاثة الإسلامية. طيب. بالنسبة ندخل في الاسم والعنوان. هل كلمة الإسلامية كانت تؤثر لحجب بعض المانحين والمتبرعين كون ما هي إنسانية إنما اختصت بالمسلمين فقط؟ لا. هل يؤثر العنوان أو الاسم؟ طيب. على الجمعيه من قبل المتبرعين والمانحين؟ هي طبعا ما بتساعدش المسلمين فقط، بتدي المسلم وغير المسلم. كنت بتكلم الكلام ده كان الصبحيه في الصباح ولا الثاني ولا امبارح؟ امبارح مش فاكر الكلام اصلا. كنت كان مش عارف كان امس. احنا انشئت الاغاثه الاسلاميه في بريطانيا بهذا الاسم لتحديد هويه العمل الانساني الاسلامي. الإنساني الإسلامي من خلال المعايير الإنسانية اللي تنبثق عن الشريعة الإسلامية. وأنا حاولنا أن نجعل الشعار والاسم يكون تحدي أو توافق أو واقع للمجتمع الذي أنشأت فيه أو نشأت فيه أو نمت فيه الإغاثة الإسلامية. فبعد سنين تعامل الجميع معها واعطاها غير المسلم من الدول والحكومات اكثر مما اعطتها الدول المسلمه والحكومات المسلمه والعربيه. يعني الاسم ما كان مانع بياخذ حاجة. هو طبعا كل شيء له سلبيات وايجابيات. ما فيش نتيجه احصائيه تديك 100%، لو 100% ولا انت كذاب. طبيعه البشر مش هيدوك 100% ابدا. تبعت الاستفتاءات فكان اكيد طبعا ليها بعض السلبيات. وانا اقول لحضرتك السلبيات عند المسلمين ما اختلفتش عن السلبيات عند غير المسلمين. كده ذكرت الصبحيه في التسجيل في الامم المتحده ثلاث دول العربيه هي اللي كانت بتفلي في اسمنا وبتقول لكم يا سلام. ده واحد فيهم قال لي يا تعالى بعد سنتين. قلت له يا ما عنديش تذكرة الطيارة. أنا أعدك.
بيشجعني ولا يقول لي كذا ولا يحط، لا انا مش عايز اصلا، انا اشوف وشي. واللي واللي ساعدك انت مش انا قلت الكلام ده في الصباح، ساعدك اللي هو الايرلندي. فاذا كنت انت بتتحدث عن عمل اقتصادي واسمك اي اسم، الناس هتاخد من اسمك في الاول شيء كده، تاخد يعني تفكر، وبعدين هتشوف ادائك. الغرب بيحاول ايه؟ الغرب بيحاول ان يحاسبك على الاداء. ده القاعده العامه كده. بلاد اخرى تحاسبك على الاسم مهما كان الاداء. وللاسف هذه البلاد هي من بلاد الشرق، عشان ما نزعلش حد. انت من الشرق كده؟ ده شرق، شمال، جنوب، يبقى انتوا الشرق. اما هذا هم الغرب. بالعكس. هم طبعا دول المتفتحين. ودول من الشمال، دول قم الشمال، انتوا الدنيا برد عندكم. مش كده؟ عشان كده كلكم لابسين كذا. لما نتكلم عن هذا الموضوع هو مؤلم. مؤلم خاصة لما تجد ان الذي يوصي ضدك من بني جلدتك. خد بالك؟ واقناع الاخر اللي متربي على اللي هي النتائج بيكون اسهل من اللي متربي على الوسواس. كل واحد بيوسوس للتاني ويكتب تقرير كده وبتاع. لكن نجحنا، وفي وسط اخرى برضك نجحت باسم اسلاميه فرق. بس ما حجبت عنكم متابعين؟ ما طبعا، ما هو وذلك انا قلت لحضرتك ايه؟ ما فيش نتيجه 100%. حاجه متابعين من المسلمين ومتابعين من غير المسلمين. لكن بالمقابل تخصصا يعني كجمعيه اسلاميه في هذا المكان يعني. تفضل حد تاني؟ اتفضل. احيانا بعض انا بس بعذرك انا مش قادر اقف، عشان كده انا قاعد بتكلم، عشان يعني ما تزعلوش مني وانا قاعد. نوقف يعني؟ لا لا انا قاعد فكاني واقف يعني. اتفضل. احيانا ياتي بعض الداعمين لتنفيذ مشروع ما في منطقه ما. نعم. ولكن المنفذ لا يرى ان يعني ضروره هذا المشروع في هذا المكان. فما العمل في هذه؟ نرجع للقصه الاساسيه ان احنا هل نستطيع، شوف لازم اعرف الذي يستطيع ان يقول لا مره واحده سيكسب الاحترام الى سنوات عده، لكن الذي لا يستطيع ان يقول لا لن يحترمه احد. لا معناها ايه؟ انك بتقول الرزق ده من عند ربنا وانت جاي ربنا دفعك ليا عشان تعطيني المال ده، مش هو المال ده ماله ولا هو موجه الرزق من عنده ولا اي شيء. فان قلت لا دفاعا عن الفقير الله سيرزقك من حيث لا تحتسب. احنا بنخاف نقول لا عشان عايزين قرشينات. دي حاجه. الحاجة الثانية ان ايه يعني ايه قيمة اتحادات ملهاش تأثير على المتبرعين؟ ايه قيمة اتحادات ملهاش تأثير على المتبرعين؟ الاتحادات دي وظيفتها انكم تساعدوها عشان تحط السياسات. وتقولوا انتوا كلكم يعني متحدين في توجه معين، والله المنطقة الفلانية عايزة كذا. وانتوا في المنطقة الفلانية دي بتنسقوا بينكم وبعضكم مين يجتمع؟ لو جاء مال للايتام، مين احسن واحد فينا بينفذ في الايتام؟ يبقى يديه للجمعيه دي. طب احسن فينا بينفذ في الاكل يديه للجمعيه الثانيه، هو برضه هو اللي انت كمان للجمعيه الثانيه. يعني لما يجي مال للجمعيه الايتام وصحه وكذا وكذا وكذا، انا هاخد الايتام لان ده تخصصي وهديك انت بتاع الصحه وبتاع كذا. لما المتبرع يحس ان انت بتشترك مع زملائك في تقسيم الاموال دي على بعضكم هيحترمكم كلكم. انت مش بتستأثر بكل المال ليك، تقول انا هشتغل هعمل عياده وهعمل مدرسه وهعمل ملجا وهعمل ايتام وهعمل مخبز وهعمل تعمل كل ده. طب وانت هيعمل ايه؟ لو انت اصلا قدمت الحل واشتركت بجزء من المال اللي جالك من مانح مع جمعيه اخرى هم احسن منك في هذا التخصص، هنا ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك وهيبارك لهم. ولو قلت لا من اجل اللي هو الدفاع من اجل اللي هو عدم اهدار مال عدم اهدار مال اللي هو المانح، ربنا برضك حيالي. السؤال الثاني متعلق بنفس الموضوع، عشان بس في ناس تاني مش عايزين يسالوا سؤال، هو مش عايزين يسالوا.
سؤال ثاني. لا حاضر تفضل تفضل. سؤال ثاني، في مؤسسات شروط النجاح في مؤسسات هي الحيادية. نعم. في مؤسسات ضمن مؤسسات دولية تعمل ب اللي هو التنصير أو التبشير، وفي منها عمل في سوريا. كيف وصلت هذه المؤسسات؟ ومن عمل مع هذه المؤسسات؟ طيب اللي بيجي هنا عشان الإيه؟ يعني أنا شخصياً عامة الكلمة اللي أنا بؤمن بها إن نفصل الدين على العمل الإنساني. نمرة واحد، والذي يجبر الضعيف صاحب الحاجة على أن يغير ثقافته أو دينه من أجل الحاجة، أنا أعدها أنها جريمة ضد الإنسانية، جريمة أخلاقية، ولا بد أن بغض النظر عن من هم. أنا أتكلم عن دين معين أو عن ثقافة معينة. أنا جاي دلوقتي في الوقت ده وأنا بأكلك وبشربك بقول لك غير دينك، أقول لك لا، أنت عليك إنك تأكلني وتشربني، وأنا لو اقتنعت بدينك هخش فيه، لو ما اقتنعتش لا إكراه في الدين. مش عندنا قاعدة اسمها لا إكراه في الدين؟ فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، مش كده القواعد عندنا في القرآن؟ فلذلك أنا بقول كده، أنا بقى أعمل إيه؟ تحالف ضد هذه المؤسسة الإنسانية التي تريد أن تغير ثقافات وأديان الشعوب، خاصة وأن هذه الشعوب هي من الشعوب الممتحنة ومن الضعفاء والمستضعفين من الأرامل والأيتام والمهاجرين والنازحين. وعري مثل هذه المؤسسات غير إيه؟ بغض النظر كان عندهم إيه؟ بغض النظر، أنا بقول الكلام ده بمنتهى الصراحة وأنا هقوله في كل حتة، هي جريمة أخلاقية ضد الإنسانية. إن أنا أجبر طفل على إنه يغير دينه من أجل الخبز، مرفوض مرفوض مرفوض. وأنتوا وظيفتكم إنك تعملوا حملات لكي تمنع مثل هذه المؤسسات التي تستفيد من حاجة الناس في تغيير الثقافات والأديان. شو وهنا المعايير الإنسانية اللي حطتها الأمم المتحدة ونظام السلم الأحمر الدولي، ما حدش هيعترض عليك فيها. قبلك؟ طيب هل في جهة تقاضي هذه المنظمة؟ أنت إبرزهم بعدين قاضيهم بعد كده. بس المهم إذا أرجع تاني النقطة نمرة واحد، أين مؤسسات حقوق الإنسان بتاعتنا؟ وأين مؤسسات اللوبينج، اسمها اللوبينج يعني اللي هو إيه؟ التجمعات. وأين مؤسسات الدفاع المناصرة؟ هم دول اليوم بالدور ده. لما انت تديهم المعلومه، زي انا في الصباح قلت لكم انتوا عندكم معلومات غير عاديه وكنوز وانتوا نايمين عليها، واللي نام على كنز بيصدي بيه او بيتفل تحديد، ما حدش بيشوف. لكن لو طلعنا كل الجواهر اللي عندنا وحطيناها كده هتبقى نجوم، اشاعتها هتنير الدنيا كلها. انت عندك كنز كنز كنز، فينا يمكن 40 كنز في الاوضه دي، وتحت كل كنز فيكم من المعلومات في عشرات الكنوز، لكن مش عارفين زي ما عمل جوجل نستفيد بيها ونأثر لها ونوجهها ونسوقها. وكل فينا متخصص. انا بقول والله في الشخص ده جاي هنا بيعمل شيء بيفسد المجتمع، خلي منظمة حقوقية تتولى امره او الحكومة المحلية تتولى امره، لكن انا مش هتولى امره، انا عليا ان انا بلقي المعلومة. بلد تفضل، كان في حد هنا رافع ايد. تفضل، بس احنا ما لناش دعوه باسماء الاديان. تفضل. المنظمات التي تتسم بالطابع الخليجي السعودي حسب الطابع الجه في حته معينه يعني. تمام. هذه المنظمات انا بس بهش كده حاجات جت طارت كده. انا مش مختلف معاك، أي عليها ما على الاخرين، بدي يربي لحم ويحف شوارع يلبس ويعصر راي، فباب النفاق فيها كبير جدا، عليها ما على الاخرين. تمام. حد صار صار دولي. ايوه. فلا تفرض عليك هذه. طيب خلاص، انا وصلتني رساله قبل انت ما تقولش. والله لما قلت كده انا عرفتها. طب جزاكم الله خير. بعض المؤسسات، بعض
البعض قد يكون بعض كثير يا عم، بعض كثير وفي بعض قليل، والبعض أبعاد والأبعاد بعاضيد. عندكم حاجة في اللغة بس ما بعاضيد؟ أنت ما أنت قلتك المصر هتفضل لا أنا اعتبرني مش منصة. لا أنت مصر مشكلتك أنك منصة. أخذها اللي جاي من الداخل ده. اتفضل. المجالس المحلية نعم. احنا نخدم نحن كسوريين طبعا احنا نخدم بلد ونبني وطن. نعم. نخدم بلد ونبني وطن. جزاكم الله خير. الان صارنا قريب السنة ونص او سنتين نتكلم عن تكوين المجالس المحلية والهيئات المحلية لان هذا في تكوين البلد. ممتاز. لكن حقيقة الناتج حتى الان من سنتين الان ناتج ضعيف. نعم. قد يكون دورة الحياة الطبيعية الكوارث أن يكون الناتج ضعيف وأن يكون الأمر يحتاج 10 سنين أو أكثر. فأنا إذا يعني رأي جنابك خبرتك الأمر هيك طبيعي لا بس، لكن إن كان في أشياء يعني لازم نحن مثلا ننتبه إلى في عموم المنظمات. أيوة. لو عسى أن يعني أنا مثلا أقترح كنت على المنظمة اللي أنا موجود داخل المنظمة إنه الآن في دائما في المنظمات في أشخاص يعني نوعيين إمكانات هاي كواليفايد يعني، فهذا الإنسان أخي تندبر المنظمة لهيئة أو لمجلس مدني أو لمديرية لحتى يقوي المديرية. الآن إحنا هاي حتى أفكار، لكن الآن ما عندي يعني أشياء أخرى أو صورات. طيب. يسمح هذا. طيب. أولا سنة ونص مش كتير. سيدنا يوسف عليه السلام لما خرج من السجن ربنا اداله 14 سنة وال 15 عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون، صح؟ فأصبح فيه تدرج، وعلشان يتدرج سيدنا يوسف في العمل وينجح في دولة كبيرة زي مصر ربالك في الوقت ده اداله 7 السمان في الأول. لو كان ربنا سبحانه وتعالى بعلمه اعطاه 7 العجاف قد يكون سيدنا يوسف يفشل، ان الدوله كبيره والمسؤوليه كبيره والوطن متلامي في مؤسسات، في مؤسسات بتاعه المعابد ومن حول المعابد والجيش وكذا 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 الى اخره. فانت بتتكلم عن سنه ونص. ايوه سنه ونص مش كتير. انت عايز تدرب، عايز تطلع كفاءات من الجمعيات تعمل في المحليات، عايز تفيد المحليات. عشان نبني المحليات دي هتاخد وقت طويل مش سهل. انا ليه فتحت الكوبايه دي وشربت؟ لان في نصين في الكوبايه، في جزء فاضي وجزء مليان. بس هو الاخ ما كانش هو اللي هيقول عليه. سنه ونص 40 سنه مثلا. اه انا فاهم، بس سنه ونص مش كتير اصلا. سنه ونص مش كتير. بس بجاوب على السؤال الاول بتاع سيدنا يوسف انه مش كتير. انت دلوقتي في مكان لا في ميزانيات ولا في دستور جديد ولا في قوانين ولا في امكانيات بشريه، ها، ولا في هيكليه لسه بتهيكله، صح ولا غلط؟ خلاص تبنيه من جديد. قد تستطيع تبنيه في سنه ونص، قد تستطيع تبنيه في سنتين او 3 سنين اذا استقر الوضع الامني. لأن مع عدم استقرار الوضع الأمني بتحدث هجرة داخلية للموارد البشرية وهجرة خارجية للموارد البشرية. وكتير جدا من السوريين أو من أي شعوب أخرى لما يعني مثلا كنا نكفل الأيتام في البوسنة ونحب نجيب اليتيم عشان نزوره، نلاقي إنه سافر راح السويد وما قالناش. جات له فرصة هجرة للسويد أو للنرويج أو للدنمارك أو لكندا أو لأمريكا. يعني الناس تعبانة مش عارفة تعيش. فذلك بناء المحليات في ظل الصراعات بياخد وقت اكتر من بناء المحليات في ظل الامن والسلام. دي نمره واحد. نمره اثنين، المؤسسات الكبيره الموجوده في المناطق دي كلها عليها واجب، ارجع اقول لكم انتوا بقى، انكم تقووا المحليات وتبنوا جسور مع المحليات وتعملوا استضافه من او ايه الكفاءات اللي عندكم عشان يدربوهم. وعليكم واجب اخر، ان في تدريب عبر الويبينار لو بنسميه بالعربي،
ويبينار مش كده او عبر الانترنت يعملوا دورات لان في الاخر ان شاء الله يعم السلام وتحبوا مثلا ممكن يكونوا محافظين يمكن يكونوا بسموهم مختارين ممكن يكونوا عمد الى اخره فبدل ما يكون عمدة جاهل او محافظ جاهل الى اخره ويبتدي بقى لما ياخد مسؤوليه في بناء مجتمع من جديد يبقى انت على الاقل اهلت هذا الرجل او هذه المرأة حصلت لنا دي في جنوب السودان واهلنا كتير من الجماعه اللي هم مش مسلمين وجم عندنا ده كنا بنعينهم انا لدرجه ان احنا في يوم في احد الوزراء اللي تعينوا في المنطقه دي كان عايز ياخد دوره في اللغه العربيه فجي لندن انا جاي لندن وعايز اخد فرغنا له مدرس لمده شهر يعلمه اللغه العربيه بالنسبه لميزانيه المؤسسه فجنوب السودان لا تساوي شيء يعني المدرس كان بياخد في اليوم 20-30 جنيه الساعتين اللي بياخدهم دول خلاص لكن انت بالتالي اهلت شخص استطيع ان يتعامل مع لان كانت لغه شائعه في جنوب السودان الى الان اسمها ايه؟ المسيحي العربي عربي جبر اللي هو العربي بتاع ايه؟ جنوب السودان فانت عليك كمؤسسه سواء كانت مؤسسه كبيره او صغيره انها تؤهل هذا الموظف او تعمل ايه؟ تبعث موظف من عندها يدربهم في داخل الهياكل بتاعتها. هل هناك دراسات يعني كل الحاجات دي موجوده ممكن ندور لك عليها بعدين بس عندها ايه يعني شوف الاحتياجات دي يبعتوها للاتحاد والاتحاد يبحث عنها عشان يبعتها لك بس عشان شوف دي لسه ما اتكلمهم في نفس الموضوع مشان ما ننتقل في المنظمات المحليه كونها تعمل بشكل تطوعي هي والمجالس المحليه المشكله التي تحصل ان المنظمات التي لها دعم كبير هي تستقطب هؤلاء الشخصيات النوعيه وبالتالي افرغت المنظمات المحليه والمجالس المحليه من النوعيات لانه تعمل لدى منظمات لها اموال وهي على حسابها اما ده جزء التحدي كنا احنا في اندونيسيا في السونامي في 2005 الموظف الوحيد عندنا اللي بيتكلم انجليزي كان بياخد 300 دولار في الشهر بعد اسبوع عرض عليه 2000 دولار هتقول له ايه؟ تمام هتقول له ايه؟ ماشي انا بالعكس انا بدل ما ازعق له واشتمه واقول له يا خاين لقد قال ايه؟ لقد ايه؟ لقد خنت القضيه وتعنتنا في مقتل في ظهر وايه؟ وانت من الاثمين اقول له جزاكم الله خير توكل على الله واعمل معاه الخير ده وخليه هو يكون ليا سفير عند المؤسسه هيجي غير الناحية ايه؟ يعني احنا في الإغاثة الإسلامية خرجنا مجموعة من الناس بيشتغلوا في كل في دوائر كتيرة جدا في العالم. يعني خلاص يعني خرجنا ناس شباب زيكم وأصغر منكم واللي في الأول متحدة وعلى ذكر اللغة، اللغة تكون عائق كبير جدا مع التواصل مع الناس. مش بتكلم على اللغة بس. بقول لك يعني كيف أخرج وبعدين لما خرجوا مؤسسة أكبر من الإغاثة الإسلامية كنا فرحانين، روح يا ابني اتكل على الله. ربنا يكبرك. بيبقى فرحان انه خارج يعني بيخرج يسيب المؤسسه بنقول له جزاكم الله خير انك خدمت مش روح في 60 داهيه انت خاين هياخد فلوس اكتر ما ياخد خيبكم يكون متبرع ليك فانت بص لها من الناحيه الايجابيه وكل ما زاد عدد الخريجين من عندك لهذه الجمعيات كل ما زادت فخرا في اداء ونشاط الجمعيه بتاعتك طيب بس انا اختلف معك في النقطه معلش مش مشكله نختلف مع بعض بعدين بس في قضيه ده رايي ما بالذات انا بقول لك ليه يا اخ ابراهيم كلام مش قران بس يختلف زي ما انت عارف القضيه موجوده هون في سوريا ما موجوده في كل حته انت لسه هتقول لي سوريا يعني بالله عليك سوريا دي لسه القضيه الوحيده طلع عشان 2000 دولار ممكن ما يطلع 4000 ما يطلع ما دقت على الروس طبول مش كده برضه بتقول كده دقت كتير جدا وشفناها في جنوب السودان وشفناها في اليمن وشفناها في افغانستان وشفناها في البوسنه وشفناها في اندونيسيا وشفناها في فلسطين إيه خلاص هتعمل ايه؟ اقول وجهه نظري دي لا دي لا عشان بس ايه خلاص انا قلت لك منصه ما تتكلمش اخرج بقى اقعد مع الجمهور واتكلم اختار لك جزاكم الله خير اتفضل انا بس ايه بس بالنسبه للنقطه دي بالذات في كل انتوا مش جداد انتوا اصلا مش ايه زي ما تقول ايه يعني زي ما تقول ايه مش انتوا الوحيدين اصلا الوحيدين انا كده انت اصلا بتتخيل يا اخوانا انتوا بتتخيلوا ان 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 الحاجات اللي بتحصل دي ما حصلتش قبل كده بتحصل طبيعي حصلت وكتب فيها كتب وكتب فيها نظريات وشتمت فيها جمعيات حصلت وحصل في تدليس في الاعلام
كان بيقول لك يجيبوا طفل كده في افريقيا بالذات ايام المجاعات، طفل يعني ايه يعني ما بيموت، وجنبه النسر هياكله. كان فاكرين الصوره دي؟ فاكرين الصوره دي خلاص. في جمعيه اخرى بقى شوف والراجل انتحر بعدها. بقى انت بتجيبوا صوره ثانيه الجمعيه كانت متخصصه في عمل المجاعات، تخش في قريه من القرى وفي عندها طفل كده عنده انيميا وكده، تحطه وتصوره وتطلعه. انا بديلك ذكر اسم الجمعيه، قال الجمعيه دي هي جمعيه عمل المجاعات. بس اتفضحت الجمعيه دي بطلت تعمل الصور دي. اصبح في دلوقتي حاجه اسمها اخلاقيات في التصوير وفي الاعلام. ده تنتهك حرمه اللي هو النازح او اللاجئ او الضعيف من اجل جذب المال، اصبح عمل غير اخلاقي. حتى امبارح كنا بنحاول نعمل حمله في الفيسبوك على القضيه اليمنيه والمجاعه والبتاع، وحطينا صورتين قويين جدا. واحده لامراه يعني تقريبا عظم على عظم، والثانيه لطفله عظم على عظم. فالفيسبوك لمده يومين رفض يحط الصورتين. الصور دي قويه قويه قويه، تحطها عندها صفحتك شيء، لكن انا مش حالين لك عليها شيء ثاني. فقلت للاخ في لندن، قلت له طيب شيل واحده من الصورتين. شال واحده من الصورتين فمشت. دي الحقيقه. بس اصبحت مؤلمه. اصبحت وكانك تتاجر بحاجه الناس من اجل كسب الماده للجمعيه بتاعتك. وشوف الناس فكروا ازاي؟ احنا لسه بنفكر ده بيخش يدينا مشروع مش عايزينه، والناس هناك بتفكر ازاي انت تحمي واللي بيفكروا دول المؤاخذه اللي بيحموا الفقير والحاجات دي برضك مهم. اغلبهم موجودين فين؟ انتوا كده انتوا شمال جنوب، يبقى انتوا كده ايه؟ ما تتكلموا انتوا ترى الناحيه دي ما تتكلمش خالص، انت اتكلمت مش كده؟ بس انا واحد اثنين اتكلمتوا انتوا كتير. طيب يلا طيب عشان بس نخلي احمد ابراهيم ما يزعلش قبل الاخت ما تتكلم، اتفضل. لا انا بالنسبه لنقطه الموظفين اللي بينتقلوا النوعيه بتحصل مشكله كبيره. اولا اختيار الموظفين بناء على الراتب خطا. يعني انت تقول لي دكتور اسمح لي، انت اخترت الموظف دلوقتي وبعد كده راح حط بيه وخليته يمشي كده، انت قتلت حاجه اسمها الولاء الوظيفي اللي هو القضيه. انا ما بدي ان الوظائف تتحول في الثوره يعني زي ما بيقولوا بيجي زنج لو بده، لا اللي جاي يشتغل عمل انسان يشتغل، لو عنده خبرات نوعيه يطلع على اسطنبول يطلع على قطر عنده اماكن تانية يشتغل بالمهارات. اللي بده يشتغل هون هيعرف ان اول زرع هي ايه اي 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 بزرع. دي اول شيء. هو ده اول شيء عشان بس في ناس تمام خليهم يكمل. طيب بالنسبه للنقطه دي بس عشان ارد عليها، انا عايز اشتغل واكسب وجاي فرصه ثانيه عشان اكسب في اي مكان. انا انسان ما اشوف في النهايه الكلام يا اخ ابراهيم الكلام ايه؟ الكلام ان انا جات لي فرصه. حكايه الولاء دي الولاء للقضيه مش ولاء للجمعيه. القضيه ما هو الجمعيه ما مش ده عنده جمعيه وده عنده جمعيه. انت لو سبت الجمعيه دلوقتي هيقف شغل وراه ناس كثيره. معلش معلش. الامور ما بتمشيش في العمل الميداني ما بتمشيش كده. بدل ما نقعد نعادي بعضنا البعض السلام. لا نقلب الصوره، لو المنظمه هي اللي اعتذرت من الموظف وقطعت في عيشه. طيب ما هتبقى مشكله ثانيه. فلما نيجي ننظر لمثل هذه الامور يعني احنا نعالجها بعدم احداث ضغينه وبغضاء بين الموظف والجمعيه. ده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن انا مش حاضر انت اصلا انت مش زوجي ولا بنتي عشان تقعد معايا في البيت 100 سنه. واخد بالك هي عقود. طب خلي بالك احنا في العمل العربي والخيري نعتقد ان العقد بتاع قلت عقود للاسف عقود مش عقود عقود خلينا نكمل. العمل في الغرب في الجمعيات بالشهر والست اشهر والسنه والسنتين، مفيش حد يقعد في الجمعيه 50 سنه الا عندنا احنا في المؤسسات العربيه. يقول لك ده ايه مش هيمشي الا لما يتحال على المعاش. ليه؟ دي جمعيه خيريه مش حكومه. صار عنده خبره. معلش انا استفيد بيه، لكن في ناس تاني عندهم خبره احسن. لا محسوبين. صار 10 سنين بالجمعيه. معلش مش مشكله مش مشكله. صار يعرف الجمعيه كلها ما في مشكله. انا بقول لك ايه؟ يعني في ناس سقفها كده وصل مش قادر تقدم شيء جديد للجمعيه، وانا سبب في الجمعيه. الاخت عايزه تتكلم لو سمحتي. اتفضلي. انا ما اللي احنا مش عارفين نخرج منها دي، كل ما نخرج منها ابراهيم يرجعنا ليها.
انت ما تروح تاخذ الشيء وارد. تفضلي تفضلي. موضوع ان الاشخاص ممكن يغيروا اعتقاداتهم وثقافتهم وحتى دي دي النقطه دي فنحن هون قضيتنا قضيه فنيه يعني، وتعاطي حتى تعاطي الجمعيات مع طريقه تقديم المساعدات للاشخاص اللي هم يعني فقدوا دوامهم او الاشخاص الاطفال او الاشخاص الكبار اللي هم بحاجه. هاي الطريقه هي اصلا انتهاك سافر لانسانيتهم يعني. لول الاعتماد. بدي يمكن للاسف الجلسه الاولانيه خالص في الصباح كنا نتكلم عن الاخلاقيات على العمل الانساني عندنا يعني سواء كان في احترام مشاريع انتاجيه. نعم لا لا انا بس بجزء الاجابه كلام عن الاخلاقيات انت بتتكلم ازاي كيف يعامل الطفل واليتيم وكذا 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 كان في جلسه الصباح. اما الاخلاقيات الثانيه اللي انا ده جزء من النفاق والتدليس ان انا عشان في مانح واقف جنبي بحضن الطفل والبسه حاجه نظيفه بيمشي المانح أو ايه مديه ظهري ده تدليس وده نفاق اقوى لدرجه انه في ناس انه فعلا بحاجه فصاروا يرفضوا انه يلعبوا مع اي جمعيه او مع اي يعني لانه صار في الصحراء انه عباره عن حاله تسويقيه لكسب المال لهذه الجهه تحسبهم من جهه الاغنياء من التعفف فده بتوصل. فلذلك نرجع بقى مره اخرى ازاي احنا عن طريق الثقافه الجديده اللي احنا بتاعت الجمعيات بتاعتنا نقول لهم لا لمثل هذه الاخلاقيات السيئة من العاملين في الجمعيات. تفضل. احنا نحتاج ربما ان نرسخ ثقافة العمل الانساني انه حق قبل للمستفيد. يعني عندما كل واحد من العاملين من اخلاقيات العمل الانساني انه هو عندما يقدم هذه الخدمة يجب ان يشعر المستفيد ان هذا واجب عليه. فكان بالبدايات كان يقولوا عمل خيري. كلمة العمل الخيري هلا تقريبا شبه المحيط استبدلت بالعمل الإنساني بضرورة العمل الإنساني لأنه صار بالأعراف المواثيق الجديدة هي حق للمستفيد وليست عمل شيء أنت عم تأديه فضل من عندك. وبالتالي فكرة عنا في ديننا اللي الله اختارهم لحتى يخدموا الناس الله سبحانه وتعالى اجتباهم واصطفاهم وهم هدول يعني هم يتشرفوا في خدمة هذه الناس. فمن الأخلاقيات اللي تفضل ربما إضافة إلى مداخله اخرى تفضل. طب بس خلي اكمل دي وانا هقول لك حاجه هتريحك. تفضل. علي صوتك كده. طفل سوري ابن شهيد اجى على احد الجمعيات الخيريه وانا طبعا هو رافض يتيم وجي على احد الجمعيات فبدي يصوروه هو وامه يعني كان ممكن كمان يعملوا لهم فيلم وثائقي نعم عم يعطون نعم 10 دولار 10 دولار وبناخذ صوره من هاي الزاويه من هاي الزاويه واللي كان مسؤول عن هاي الجمعية هو صديق أبوه في معارك الداخل فهو قال لي أنا شخصيا قال إنه بابا يعرف إنه بدي يستشهد وإجي أنا وأمي هو يستشهد هذا الشخص بهاي الطريقة. أنا متأكد أبوي كان لا دخل ثورة ولا استشهد هو كان عم يشتغل لسوريا لكرامتنا نحن كلياتنا فأنا أبوه عم تنتهي كرامتي وكرامة والدتي بهاي الطريقة ليعطوني شيء زهيد أنا ما بدي إياه وأنا بدي بيع محارم الشارع وطالع لأمي مصروفة وما بدي حدا يعطيني. شكرا جزاكم الله خير. فالطفل ده طلع عنده كرامة أكثر من كثير من الناس وده احنا رجعنا للصورتين اللي أنا اتكلمت عنهم في الأول صورة الطفل. بس هذا الطفل أنا
غير ما عارف كل السوريين انا عارف عشان انت حضرتك معذره انك مننا انك مننا انا مش مختلف انا موافق معك انك مننا تبلدت من كثره ما رايته فتلاقي ان هو بارد ما بعيطش وما بتاثرش لان مثلا رحت مثلا في السونامي في الاول نزلت على ايه على اندونيسيا دي كانت ضربه جامده فيها وبعد كده رحت على اسمها ايه الثانيه اللي جنبها سريلانكا ثاني واحده اللي مات فيها 50,000 تقريبا فطبعا الشباب هناك بيقول لي شوف الميه في البيت قد ايه انا طبعا مش متاثر انت يا بني ما عندكش دم بيقول لي انا يعني بس بادب يعني قلت له انا جاي من اندونيسيا جاي في اندونيسيا لقيت المراكب على ايه على الجبال وبالك ولقيت ال- 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 الدور الرابع والخامس في البيت ما يعني مدكوك وبالك لان الموجه لما طلعت كده نزلت كده سحبت كده الربع مليون دول اللي اختفوا في المحيط دخلوا زي الله اعلم خدت بالك فانا من كثره ما سمعت من الكلام اللي بتقول عليه الاخت ده انا عارف والكلام اللي كان بيقول عليه من هنا عارفه وغروب الناس عارفه واحنا ياما صرخنا من 20 30 سنه انتوا بتيجوا تاخدوا الناس اللي عندنا عارفينها لكن اصبح واقع اليم مرتبات المؤسسات الدوليه سواء كانت غربيه او اسلاميه تفوق مؤسسات اللي هو المرتبات اللي انتوا بتدوها لهم فبدل ما نخلق بيننا وبينهم ضغينه وعداوه وبغضاء وضغينه نقول لهم نبارك لهم خلاص كاننا احنا ايه اعطيناهم ده على ساعه ورحب وخلاص نقلب صعب على النفس لكن انا بقول لك بكلم الموضوع ده من 20 و25 سنه بيحصل مفيش قانون بيوقف هو عرض وطلب والموظف مش خاين فرصه ولو جت لاي حد فينا هيمشي عشان بتكلم انا بمنتهى الصراحه بالنسبه لي نرجع مرة تانية بس بوافق على الأخت ده فلذلك اللي حصل بالنسبة للصور دي في دلوقتي حرور تاني عندكم انتوا في ناحيتكم تقول له ايه انتوا الشرق هنسيبكم الشرق المرة دي حصلت المشاكل دي بيحطوا لها قوانين وأدبيات وأخلاقيات للصورة نفسها قبلك نتمنى ان احنا كجمعيات عربية وإسلامية نحط نفس الأخلاقيات ونعلم موظفيننا كيف ياخدوا الصورة انا مره من المرات في البانيا انا شخصيا اتكلم عن نفسي في 1991 خدت صوره وانا بسلم فلوس والفلوس طلع كده دولارات وانا قاعد كده والراجل قاعد قدامي وانا بسلم شفت انا كنت مجرم ازاي لكن اتعلم خلاص اخطات وتعلم لكن لو احنا عملناها كنظام من اخلاقيات العمل الانساني كيف نصور محتاج وساعتها اللي يخرج عن المساق ده يقول له انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا خلاص نرجع بس عشان في لو حد تاني ما اتكلمش من الناحيه دي نرجع لك تاني اسراء النقطه اما هنزل النقطه انت شاعر اصلا ما اعتقد مجال الشعر اليوم انت لسه هتدخل ده انت واحد اتكلمت النهارده بس لنا 5 دقايق بس ناخد بريك 10 دقايق وبعدين نتقسم للمجاميع انت جبتك دكتور في سياسات لبعض الدول تفشيل او تجهيل او تخلف المجتمع اللي عم يمر بهيك ظروف مش فاهم يعني يعني التخلف او التركيز على الاغاثه فقط التركيز على الاغاثه ده محل جدال بمعنى ايه بمعنى ان عدد الكوارث الطبيعيه اللي حدثت قريبا يعني في ال 20 30 سنه اللي فاتت وعدد المناطق اللي فيها صراعات وحروب ونزوح ولجوء ازدادت بطريقه غير عاديه فاصبحت المؤسسات الامميه الكبيره والدول المانحة غير قادرة عليها بغض النظر عن النوايا. دلوقتي هتحدث عن النوايا. خلاص؟ حط النوايا دي ايه؟ بعيدة. لكن لما تنظر من آخر الثمانينات إلى الآن وعدد الكوارث الطبيعية وقضية التصحر والجفاف والتغير المناخ واخد بالك؟ والحروب والنزاعات في مثلا ما نتكلمناش احنا عن ايه؟ جمهورية الكونغو الديمقراطية فيها 5 مليون نازح داخل البلد. فيها أعلى معدل للاغتصاب اغتصاب ما بين الأطفال والنساء ومجرد المرأة والبنت ما تغتصب أصبحت هي تغتصب من كل واحد في القرية محدش بيتكلم عنه
أصبحت هي قضية من القضايا. قضية جنوب السودان اللي فيها دلوقتي مجاعة، تخيل إن مصدر النيل الأبيض وأخصب أرض من أخصب الأراضي في العالم فيها مجاعة. ليه؟ لأن في حرب. مو سياسي. في حرب ما بين القبائل وبعضها. وطبعاً السياسة بتؤدي للكوارث. واخد بالك؟ يعني ذلك هنقول لك كل الحلول دي حلول سياسية، مش حلول إيه؟ يعني عسكرية. فننظر في الآخر إن ما يعني وإحنا هنيجي نجادل إنهم بيعملوا كده عشان إغاثة، لا، هو بيقول لك لا أنا عايز أساعدك. بس أنت تخرج من الإغاثة من حالة أي مشروع اقتصادي. أيوة. أو زراعي ممكن يشيل هاي صح الأرضية كاملة وتشغيل نفس الفئات اللي موجودين. صح، أنا موافق معاك. قوانين والسياسات بتاعت المؤسسات المانحة الكبيرة بتقول لك لابد عشان أعمل تنمية اقتصادية أو تنمية في أي دولة لابد يكون فيها استقرار أمني. مو ضروري بس المكان. أنا مش مختلف معاك، أنا وأنت مش مختلفين مع بعض، لأن إحنا إيدنا في النار. لكن هو المانح بيقول لك لا أنا مش هجيب، مش بتكلم على الاستثمار، بتكلم حتى على التنمية. بيقول لك لازم يكون في أساس ركيب من أسس التنمية أن يكون هناك استقرار أمني. في اي مكان يستاهل حط فيه المؤسسه. ده رايهم، ده اللي هم الناس بيدوا المليارات. انا فرضا جنوب السودان هاي المشكله في مناطق حدوديه الى امن. انا مش مختلف مع، انا والله انا موافق معاك، انا موافق معاك. نرجع للسياسه يا مولانا. انا موافق معاك. انا عندي نظريه ان في اليوم اللي بتحصل فيه اي نزاع مسلح من حقي ان انا اعمل تنميه في مكان امن في نفس البلد، مش بنفس يعني ان شاء الله 10% نسبيا. امن نسبيا بنفس البلد. ليه؟ لان انا ايه عايز اكون مجتمع يستطيع انه ايه يساعد المنطقه اللي فيها الصراع المسلح ده من اول يوم. ولما استطع من اول يوم نعمل 10% دول تنميه بحطهم من احتياط استراتيجي لما بعد الحرب. طيب اخر بقى، انا عايز اقول اخر سؤال عشان اديكم 10 دقايق وبعدين بس هشرح الفقره اللي جايه، لان في بعض الاخوه والاخوات جم. الفقره اللي جايه انا اهلا وسهلا. الدور عمال عنده. لا عندك، اكيد يا عم عندي انا. بس ايه امام حكي بقى يعني عندي انا بقول لك عشان بس. بعد كده هنقعد مع بعض اربع مجاميع، احنا كام واحد؟ حوالي 30 او 35 واحد. نشوف لو احنا اتفقنا على اي مشروع ولو بسيط هنقدر نعمل فيه شراكه ولا لا. اي مشروع. احنا الصبحيه اتكلمنا عن الاخلاقيات، في الجلسه الثانيه اتكلمنا على الاستراتيجيه بتاعت العمل الانساني. الجلسة دي جلسة مفتوحة وعصف ذهني لنا كلنا. الجلسة الرابعة هل احنا نقدر نبني شراكة بيننا وبيننا في أي مشروع؟ طيب المجموعة اللي فيها تبني شراكة موجودة على المشروع؟ كله؟ أنا ما عنديش فلوس. أنا ما عنديش، شوف شوف أنا الحلاوة اللي عندي إن أنا ما عنديش فلوس، أنا عندي لسان. لا معلش سيبك، خلي لسانك عندك واديني فلوسك. اللي مالنا مصلحة. أه بالك، فتقسموا نفسكم أربع مجاميع كده. وفي خلال 35 دقيقة أو حاجة كده كل مجموعة تطلع تصور لشيء ممكن نعمله بسيط، ما تعملش حاجة يعني يكون واقعي وبسيط. امبارح كنا في 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 أنطاكيا أول مرة ثانية، كان في مشروعين طلعوا إن إحنا عايزين نفعل النساء. واحد عمل على مستوى المحلي هنا والتاني عمل على مستوى الدولي. واخد بالك؟ يكون دور المرأة في السياسات في الـ في الـ في الـ في المؤتمرات إلى آخره، والتاني قال تفعيل المرأة في الداخل وفي الخارج هنا. الثالث قال ايه في مشروع اللي هو بتاع الفطر في 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 الغوطه الشرقيه، والرابع قال بنك معلومات. واخد بالك؟ هو حطوا لابدين كتوصيه ممكن الاتحاد يسوقها لكم. ده بس بعد اخر سؤال دلوقتي. وفي حبه في شاي موجود هنا يا رجاله؟ وفي حلويات عشان بس النخل يعني. وهناخد 10 دقائق. ها طيب خلاص بقى ناخد 10 دقائق عشان الناس ترتاح. بعد ال 10 دقائق قبل ما يبتدوا المجاميع في الاستبيان، لو سمحت استبيان هنزعلك. 10 دقائق خذوا من وقتكم وعبوا الاستبيان. استبيان. ها؟ الكراسي هنعملها الناحيه الثانيه بحيث المجاميع. خلاص شباب في شاي هنا؟ ها؟ في شاي وفي قراقيش وكذا و نقعد مع بعض. خلاص. بريك 10 دقائق؟ نعم.